سائل يقول: ما حكم حث الناس على بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحاث عليه لا يفعل السنة؟ هذا يقول الله جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون. هو أولى أن يفعل هذا ويأمر الناس به. نعم، أما أن يأمر الناس به وهو لا يفعله هذا عليه لوم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند، يعني بغضا عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.